اكسكلو تو رابع مره نخرج اكسكلو جمعه ذي فهمت الشباب عليا الاساتذه ما انا قاعد في الكلاس كونيكتي وجاني البروف سي بودربالة قال لي قف يا ابني فاش كنت نحكي خليني نعرف عليك انا فاش كنت احكي غير ميساج فوكال باش نسجل لك صوتك انا نتصور كه كنت احكي في الدرس وقال لي اشهر جمله في تاريخ التعليم التونسي هز دبشك واخرج ما فهمتش علاش هز دبشك واخرج معناك باش يقول لي اخرج كهو باش نحي دبش نخرج عريان انا وكلمة هز دبشك واخرج تختلف من استاذ الى اخر استاذ العربي يقول لك غادر القاعه استاذ الماط يقول لك اغلق زاويه الباب خلفك استاذ أستاذ الإسلامي يقول لك اذهب إلى جهنم وبئس المصير الكلهم كوم وبروفت لونجلي كوميخ بروفت لونجلي تقلقها شوية تغزل لك في عينك تقول لك آوت ياي مساج ما هيش تطريدة أحسن تطريدة تنجم تطردها في الدنيا وعلى ذكر لونجلي مرة بروفت لونجلي خرجتني باش نعمل ديالوج أنا وصاحبي فهمي في الصبور خرجنا قلت له هلو قال لي هاي قلت له دو يو سبيك عربك؟ قال لي يس قلت له من عليه يا صاحبي مقبلي انجليزي قلت له عليه مقبلي قال له وري سير ري سير ريتي الانجليزي مضى وجيني بروف من تالي اوت وليه وصلنا لغايتنا نحن عملنا ذاك الكل باش نسمعوا الاوت هكا هاو دونك طرت ما عندي وين باش نمشي باش ترستني نتطلفح قدام الليسي قدام الليسي فما برشا حاجات فما افراد فما زواز فما زواج فما زواز من بعيد تشوفهم افراد تلمو معناه فما حاجه حسب رايي تلخص وضعيه تونس الكل وضعيه البلاد اللي هي تلامذه في القهاوي والبطاله قدام الليسيات يقول القايل اجي نفسروه يقول القايل علاش البطاله قدام الليسيات يبدا واحد عمره 35 وصاحب واحد عمره 14 سنه علاه تحضر لها في شرح النص تفسر لها في تفسر لها في علوم الحياة قليل الحياة انت وليه تسأله تقول له عليه معلم صاحب واحده قد بنت اقوى جواب في العالم هسم تي ربي فيها على يدي صاحب تي يدي ماكش متربي تبع في واحده قد بنت تي ليه وشو عندك اليد اللي تربي فيها به تي يد الجيران اللي شرحناها صباح في حصه السيونس افين منها بياسر نمشي انا باش ناخذ بيه نحط كعبة بابي مشوار في فمي وندخل لها مدام بالله يعطيني بيه مدام والله نحي زرسي عند طبيب مالك نحي كعبة بابي مشوار من فمك ويزي بلا كذب 56 زرسة تنحيهم التلميسة هذي كهو تمسيح يقرا معانا مش عابد مدام بابا مدام يخدم عنده جارد مدام فرملي ماك تعرف ما يهمنيش فيك جيب بوك باهي نكلمهولك مدام باهي مدام ما باش نكلمهولك الو ها باب ما هوش باب حسن قهوجي الحوم هاي مدام هاجر معاك حاجتها بيك باب مدام هاجر اعطيه هاك الفرخ بيه اعطيه راهو تعبني في حياتي كان جيت بوه راني قتلتو كان جيت اعطيه بيه راهو تعبني في حياتي كان جيت بوه راني قتلتو كان جيت بحذاك معناها راني قتلتو باه زوز اكسبريس ورامي حما لحظه ني جيت تعلق التليفون تقول لي اكسبريس رامي فرملي يا مالك باش تقتلني شد البيه اخرج ناخذ البيه فرحان نجري للكلاس نقعد في الطاوله الاخرى وبالزهره نتاعي نتيح عند سي بودربال اللي طردني سبحان الله نعاود نركز في التليفون يعاود يجيني كيف يا ابني فيش كنت نحكي يشوفوا له فاش كان يحكي السيد من قبيل يقول حاجه وينساها لحظه مسيو باش نقول لك فاش كنت لحظه
حضر لي اكسبيرينس وخذ راك تتكلم هذا ما يجري على البيه.